صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. نسلم سلاما جماعيا على الحسين حبيبي، رزقنا الله وإياكم زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللي بقلبه حرقة على الزيارة إن شاء الله بهالسلام توصل للحسين ويرد عليك الحسين السلام. يلا حبيبي كلنا صوت واحد، رجال نساء، أشهد أنك تسمع الكلام وترد السلام. اسم الحسين يهيج الأحزان، اسم الحسين وزيارة الحسين تثير في الإنسان حقيقة الحب والعشق للزيارة. الله يوصلك إن شاء الله. سلم سلم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على النازحة عن الأوطان. تعرف هاي ولا ترى هذه اللي تبكيكم هي. السلام على شريكة الحسين في الرزايا والأحزان. يمكن ما عرفتها، أقرأ لك بيتين بيتين بس وراح أبدأ القراءة. يقول على زينب قصايد لا تكتبوا. هلا بدمعتك، هلا من أول الماتم عيني. على زينب قصايد لا تكتبون لا تكتبون لا تكتبون، حدكم ويا زينب بيت بيتي. ليش؟ يقول لا تكثر وخاف تصير ديوان. وزينب وينها وين الدواوي؟ راح أعيد البيت، راح أعيد البيت يمكن ما متأمل. على زينب قصايد لا تكتبون، حدكم ويا زينب بيت بيتين. لا تكثر وخاف تصير ديوان ديوان. وزينب وين غوين الدواوي؟ أين وزينب وين هوين؟ وين الدواوي؟ اسمع عيني. يقول سطى سطى سهم النعاس بعين الأطفال وتهودي عليهم ما غمضت عين. الشام هذه بالشام ها. يقول سطى سهم النعاس بعين الأطفال. راح يألمك هذا البيت بس اسمعني.
بعين الأطفال وتهودي عليهم ما غمضوا عين عين عين. شلون النام يا عم يخوف النوم؟ بعد ما قريت بعدني ليش تبكي؟ شلون النام يا عم يخوف النوم؟ أمس نامت رقية وباقها البين. والله هاي الأبيات والله ما تم والله ما تم. أعيده اسمع اسمع. سطى سهم النعاس بعين الأطفال وتهودي عليهم ما غمضوا عين. ناموا ناموا أولاد. شلون النام يا عم يخوف النوم؟ شلون النام يا عم يخوف النوم؟ أمس نامت رقية وباقها البين. أمس نامت رقية هلا هلا يا وباقها البين. آه يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وين يذوقون الشعر اللي إلى معناه كلكم؟ بس اسمع اسمع، هذا شعر ماتم، هذا شعر ماتم كامل. لئن هشموا ضلعا إلى الطغر فاطم. مقارنة أقرأ لك الليلة. فصدر حسين بالخيول توزع. هذول المستمعين، هذول المستمعين اللي يبردوا القلب. وإن أثر المسمار، المسمار في جنب جسمها، فجسم حسين فجسم حسين بالسيوف تقطع. وإلا يمتر الزهراء مصرع ولدها، فقد رأت الحوراء 70 مصرعا. زلزل زلزل المهتم ها. فقد رأت الحوراء 70 مايا يا 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 مصرعا. أحرقوا دار البتول بنار غيم. أكو حرق بكربلاء؟ فقيد أحرقوا أبيات زينب أجمعا. وين المحروم من الدرية؟ من أول ما تم أنساك، من أول ما تم أنساك يا أختي. وإن حرموا سقط البتول رضاعه، فمن حر عبد الله يا بالسهم أرضعه. وإن كبلوا حامل البتول فزينبون. شايف شلون قصيدة عظيمة؟ وإن كبلوا حامل بتول فزينبون، رأت كفي العباس قد قطعا معا. الآن لا تي تضرب على صدرك، خليني أسمعك الآن هذا البيت. يقول وإن عصروا صدر البتول
عافيه عافيه عافيه. وان عصروا صدر البتول فشمرهم بنعل على صدر الحسين. ما تتحمل؟ اجل شلون لو شفت؟ شلون لو انت مثل زينب؟ اجل ليش اقول لك زينب تغير لونها؟ ليش اقول لك في الاخير يوم التقت ويوم البنين ما عرفتها من هالمصايب؟ ها وان عصروا صدر البتول فشمرهم بنعل على صدر الحسين تربع. وإن كشفوا رأس الأمير فلا تسأل. أقول فرأس حسين فرأس حسين في الرماح ترفع. ينشال ينشال جاوبني ولا ينشال حزن فاطم صعب في يوم ما اسمع جواب. ينشال او صعب راس الحسين برمح. ينشال عسى جف اللطم يكون. ينشال ينشال والله ينشال نفس غلكف خدت زينب سبية. والله نفس غلكف خدت زينب سبية. شباب بعد هاي الأبودية متعوب عليها أشوف تجاوبني ولا يقول هزة. والله هزا يا جبريل المهد لحسين. هزا يا وشمر راس على العسال. شمر راس على العسال. هزا يا الدنيا ظلمت صار الكون. وين جوابك؟ الدنيا ظلمت صار الكون. هزة متى تسمع؟ يقول لما انحبت بنحر الرقية. والله لما انحبت بنحر الرقية. تقول مدللني ومدلل خواتي. الله الله خواتي خواتي خواتي. هذا ليكم البيت مو ليكم انتو الرجال. لا تبكون لا حد يبكي. ما اريد احد يبكي. بشوف النسوان يبكوا يا لا. يا مدللني يا مدللني يا ومدلل خواتي. يا خويا من العطش نشفن شفاتي. شو تريدي؟ تقول اخويا ترضى الشمر يسحب عباتي. ها ما تقدر ما الومك. ها والله ما تقدروا على ذكر زينب. ها اعيد اعيد لك البيت. خويا يا مدللني ومدلل خواتي. خويا من العطش نشفن شفاتي. يا خويا ترضى الشمر يسحب.
ما يقبل زينب، ما يقبل زين العابدين وينه؟ يقول يجري يقضي العمر يبكي ويجر ونه، تشوف الماي عينه ويصد عنه، شلون اشرب زلزلها زلزلها، شلون اشرب وابويا انحرام منا. عافيه. نريد الثلاث الاهات شباب، نريدها نريدها من اول ما تب. انا اللي جرى بي يا ابويا ما جرى ابنا. شفتك عثر بالخيل، هذا البيت الثالث اريد زلزلة ها، وتالي الوقت نزلتك بلا راس. يا بويا ما احد الا انصاب قبلك بالفجيعة، لكن مصابك ما جرى ومصاب الوديعة. زلزل. ما شفنا ابو ذبحة وعلى صدره رضيعة. هلا ايش بتقول يا زين العابدين؟ مو ايامكم هذه، ايام الشام. بويا ما اقدر اتذكر حجر صقرة جبينك، جبينك وسهم المثلث فتتك والله يعينك. هذا البيت يوقفني، الزهرة يمكن واقفة وما تتحمل أقرأ هالشكل، لكن راح توقف عند وحدة يعني تبكي بصوت عالي وتقول حاجتك مقضية لأن أنت تساعديني على أولادي. البيت الثالث أهم من كل اللي قريته. ما أقدر أتصور حجر صك غرة جبينك وسهم المثلث فتتك والله يعينك. أرينها زلزلة. وظالم لجل خاتم قطع خنصر يمينك. يلا أبيات جديدة وطور جديد يحتاج مساعدة، ما أريد أحد ساكت. وانتوا يا أهل الحسينية تعودتوا علي وتعودت عليكم وما تتأذوا من كلامي وإلحاحي. أدري لما أقول ارفع صوتك وساعدني، أدري أنت راح تساعدني. يا بويا أنا شفت بعيني نار، نار مصابك وسبي النساوي. هلا. نار مصابك وسبي يا بويا أنا شفت بعينينا نار مصابك وسبيين. عافية. نار مصابك، نار مصابك. إيه الله يا زين العابدين، اقرأ لنا عيني، اقرأ لنا. نار الثانية الأصعب علي، أنظر عمتي زينب سبي، أنظر عمتي زينب سبي. اسمع اسمع. ويم باب الخدر شفت الرزية، زجر يخرم اذن اختي رقي.
زجر يخرم إذن وكالثم حاضنة طفلين ميتين يا خويا أنا شفت بعين نارين نارين يا أبويا أنا شفت بعين يا أبويا طلعت توكب عصوتي وما بين الجثث صارت صلاتي اسمع ولن عمتي صرخت حرقة وعبا كررها كررها ولن عمتي صرخت حرقة يا أبويا يا أخويا من العطش نشفن شفاتي يا أخويا يا أخو من العطش نشفن بعد شنو شايف ويم المشرعة شاهدت شفن يا أبويا أنا شفت بعين صيح يا أبويا صيح يا أبويا أنا شفت بعين بعد هذا البيت إخواني صاير هالأيام أنا أقرأ لك مال وحي هالأيام دخلنا الشام وصوت طبول وزينة مثل الأغنام صار ويسحب الشكر تروحوا للأربعين بالدمعة ها لما تروح للأربعين تعرف أي مصايب زينب رايحة ما تروح للأربعين ما تدري عن الدنيا وشلون حاملة زينب مصايبها دخلنا الشام وصوت طبول وزينة مثل الأغنام صاروا يسحبون وبالمجلس أشد موقف علينا خدامة أرى دوختي يسكت من اللي مشتاق للزيارة إخواني كلكم بتروحوا لا مو كلنا كم اللي بيروح يمكن 20% من الموجودين رجال ونساء شوف اللي الآن ذكرت زيارة يبكي هذا مشتاق صدق مشتاق أوديك لك ما راح أقرأ لك يا رايح تزور حسين لا ما راح أقرأ لك إذا شقرا لك أسجل اسمك ويا الزوار تريدني أدعو لك حاضر اللي بيروح يستعد أوديك والله أوديك للحسين لكن وين أشوف قلبك متعلق يا لا إذا قلبك متعلق سمعني ون سمعني حسرة على الحسين هلا هلا بيك هلا بيك كلكم تبغوا تروحوا كلكم كلكم أكو ناس باكر بيروحوا أكو ناس بعد باكر اللي يمشي بصوت عالي ما قاسم لهم ربي يروحوا لكن مشتاق يا ملا أروح مشتاق وأنا مثلك مشتاق شواش أسوي أوديك أوديك راح نوصل سجل اسمي أنا زاير للحسين أنا زاير للحسين حبيب حبيب سجل اسمي أنا زاير ما راح أقرأ لأول سمعني صوتك سجل اسمي أنا زاير هلا هلا بيك أنا زاير للحسين سجل اسمي أنا زاير للحسن والله أبيات متعوب عليها شو نقول لا تردني لا تردني
سجل اسمي سجله لا تردني للحسين أرد وصلا يا شتري سجل اسمي خلني أوصل كربلا وين اللي ما راح ولا مرة هذه إلك اللي ما راح ولا مرة خواتي هذه لكم للي ما راح شنو أقول له عمري خلص عمري خلص ما رحيت لزيارته عمري خلص لا شفتها حضرته عمري خلص يا قلبي حسرة سجل اسمي سجل اسمي أنا زاير أنا زاير للحسين وينهم ها تعبت تعبت سجل اسمي أنا زاير للحسين اسمع البيتين اسمعهم يا حبيبي حبيب حبيبي بن مظاهر والله قريت هالقصيدة وناس ما كانوا بيروحوا وشفتهم بكربلة قال والله حضرت ليلة حبيب وقريت هذه القصيدة وطلبت وشفتني الآن عند الحسين وإن شاء الله راح أشوفكم هناك وسلم عليكم وتقول صحيح عطاني حبيب مو بس ليلتها يا حبيبي الكربلة مشتاق ازور يا حبيبي الكربلاء مشتاق ازور يا حبيبي عالضريح أمشي ودور يا حبيبي سجل اسمي في الحضور مو لازم تروح يا حبيبي مو قالوا لك الزيارة الله يقبلها من قريب ومن بعيد زور من بيتكم زور من الحسينية زور من المسجد لا لا ما أقبل أرد زورا واقرأ لي زيارة قريب قريب والله تبكوا على الزيارة والله إخواني صدق صدق قلوبكم محروقها أرد الزورة واقرأ لي زيارة قريب أرد الزورة حسين للشيعة طبيب هذه كررها وياي أرد زورة سجل اسمي يا حبيب أرد زورة سجل اسمي سجل اسمي يا حبيب ممكن ما تتوفق تروح عندك ظروف ما عندك مادة عندك مريض ما تقدر تعوفه الرئيس ما عاطنك إجازة قلدني وقلد فلان اللي بروح الزيارة يلا نقلد بعضنا البعض شو نسوي شلون نقلد يا رايح تزور حسين اخذ قلبي يروح ويا هلا 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 بصوتك اريدك تلثم عتابي واذكر شوقي وان زلزل الماتم ها يا رايق هلا بهالصوت خذ قلبي يروح وياك أريدك تلثم عتابي واذكر شوقي وانت غنى
أي رسالة تريد توصلها يا زائر أنا راح أوصلها إليك، أنا راح أزور إن شاء الله راح أوصل إليك، أنا أعرف إيش بقلبك، أعرف راح أقرأ اللي بقلبك. يا زائر ضريح حسين عني بلغ رساله، قف يمي الضريح وصيح ومن كل عين همال. أريد زلزلة شباب. صدق يا ابن النبي صدره داس الشمر، صدق يا ابني النبي صدرك داس الشمر بن عالي، صدق راسك على الخطي يتلمني الوحي آية. خلنا نغير الطور، يمكن مليتوا من هذا الطور، نقرب حنان شوية للي عندهم حوايج. ومن توصل ابو فاضي حوايج حوايج ها ايه من اجل نذكر ام البنين في الاخير ها. ومن توصل ابو فاضي أريدك تلطم الخد شسوي، اذكر مصرع والعمود وسهم الليل وقع بالعين. أقرأ هذا البيت أم البنين أقراه، وين أنتي؟ أني فوق فوق، وين؟ يم الزهرة، والزهرة وين؟ بالزاوية قاعدة تشوف النسوان اللي ما يبكون، تقول اعطوني دمعتكم على أبو فاضل. واذكر يوم جاه حسين وشاف مقايا يا قطع الجف، نادى اكسرت ظهري دقوم بسايا يا عشيل الوك. يا رايح تزور حسين، يا رايح تزور حسين، عافية خذ قلبي خذ قلبي روح ويا إيه. أريدك تلثم عتابة، أريدك تلثم عتابة، واذكر شوقي وانت غنى. وصلتكم كربلاء لو ما وصلتكم؟ لا ما وصلتنا. أفا مدنكم للحسين، مدنكم للعباس، مدنكم لحبيب، وقاري ليكم حبيبي سجل اسمكم. ما كفيت يا ملانا، شو تريد مني؟ أدري أدري شو تريد، شو أريد من عندك. وصل للخيام بنوح واذكر يا أم حرقوها، ويا مطفال ابو السجايا وسف بالخيل سحقوها. هبطوا رؤوسكم، هذا البيت ما تتحملوا ادري. زجر وسنان زينب يوم على الاضلاع ضربوها، ومن سحبه وعلي السجايا ضجيت بالبجل أملأ.
ها بس بيت واحد بقراه وهذا يسوى كل اللي قريته، بس اقرأ عني، ها اقرأ عني، ما راح أقول لفى، راح أقول مضى، وانتوا تحفظوا البيت الثاني وتعرفوا منه اللي تقرأ. مضى عاشور يا زواري، زينب تقول ولا حد جاي يعزيني. الله 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 الله. قال في محرم أقول لفى عاشور، الحين راح محرم. مضى عاشور يا زواري ولا حد جاي يعزيني. أقول ضريحي خالي ويداري ولا زاير يسليني. بس هالبيت راح أبدأ الحديث، بس هالبيت أخاف أحد ما باكي الليلة، لو قرأتنا ما تبكيك، اللي بتشوك أولاد الحسين. أني خاف في رقي الضيع قبرها بعيد عن قبري، صغيرة مدللت لحسين وما تتحمل ليجري. أني خاف قام هالطغيان يطلعوها بعد عمري. أني مأوى الوافد الزاير، أني ملحزان يسمون. مضى عاشور يا زواري، هلا هلا بهالصوت، ولا حد جاي ولا حد جاي كررها كررها لزينب. مضى عاشور، مضى عاشور. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا شئت النجاة فزور حسينا، غدا تلقى الإله قرير عيني. فإن النار ليس تمس جسمين عليه غبار زوار الحسين. هذه صلاة زوار هذه. كفروا عن سيئاتكم وارفعوا درجاتكم وضاعفوا حسناتكم وثقلوا موازينكم واقضوا حوائجكم بذكر محمد وآل محمد. راح نتعبكم نص دقيقة، شوية المكان ضيق، فاكو إخوان إجوا ويطلعوا، أكو مجال واسع يمين وشمال، تعالوا يمي لأن بالأخير عندنا نخوة، كل ما جيت يم المنبر صارت النخوة إلك أقرب من غيرك. الأئمة 12، قوم قوم على حيلك، آخرهم القائم المنتظر. تفضلوا عين، تفضل. بارك الله فيكم وفي جهودكم وفي أصواتكم، أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان أعمالنا جميعا،
فما أحلى أن نجتمع على الخير والمحبة ونتذاكر ما جاء عن أهل البيت ونصلي عليهم عند ذكرهم، وأيضا تتضافر هذه الجهود برفع أصواتنا بالبكاء تارة على مظلوميتهم والنحيب أخرى على ما جرى عليهم، فكل ذلك مطلوب منا لا سيما ونحن في أيام الشام، ولا زالت العائلة هذه الأيام تخرج من الشام قاصدة إلى كربلاء. أوجه كلمة قبل أن أقرأ عن أم البنين التي لا تخفى على أحد، وهذه السنة السادسة لعله ونحن نتبارك بالقراءة على أم البنين والتوسل بها والنخوة بذكرها وسفر لها، وكلكم جئتم من أجل حوائج، إن شاء الله حوائجكم مقضية، ولكن أنا رأيت بأن أتحدث شيئا يسيرا عن زيارة الحسين صلوات الله عليه. كلما فتحنا التلفاز ورأينا المشياة للحسين، رجال نساء كبار وصغار، زحفا على الأقدام، والكل في قلبه كلام يقوله ولكن لا يخرج من فمه: لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي يا حسين. البعض، انتبهوا، البعض قد كتب اسمه مع حملة معينة أو مع عائلته أو فردا، وسيمضي قريبا إلى زيارة الحسين. هنيئا لمن كتب اسمه وتوفق للزيارة إن شاء الله كلكم، ولكن ليس كذلك، لعله 20% 30% من الحاضرين سيمضون للزيارة، آخرين قلبهم محترقة، وأنا أرى ذلك، ويوم ذكرت لكم الزيارة بكيت أكثر. هذه دلالة على أن قلبي وقلبك يشتاق يتوق إلى زيارة المولى، صحيح، ولكن منعتني ظروفي، تارة تكون مادية، كثير يبغى يروحوا اقتصاد، مادة ما عنده، الحملة تحتاج إلى مبلغ معين ما عنده هذا المال، معذور، أو لظرف عمل، مسؤول عنده عمل ما عنده إجازة ما يقدر يروح، معذور، في عائلته ضيق من مرض لأحد أفرادها أو لكثرة عياله أو لظرف معين حيث يعمل في منطقة نائية فلا يستطيع الذهاب. انتبهوا إخواني، صدقني وأنا على منبر الحسين لا أتي بشيء من عندي، ما دام عندي وعندك هذه الروح والشوق واللهفة لزيارة الحسين، أقول الكلمة وراح أعطيك مثال وأعطيك أدلة، فاسمك مكتوب من زوار الحسين، اسمك مكتوب حتما. أضرب لك مثل وأكمل. المريض إخواني الذي كان في أيام شبابه وحياته أيام صحته يصلي صلاة الليل، معكو هالشكل، يروح المسجد يصلي، يزور أرحامه، يفعل الخير الكثير، قعد به المرض لا يقدر يزور، لا يقدر يحج، لا يقدر يقعد لصلاة الليل، ما يروح يصلي في المسجد، فلو كان في صحته يقينا يروح، يقينا يزور، يقينا يتصدق، يقينا يزور أرحامه، هكذا تعود الله من الله تعالى في الحديث يقول للملائكة اكتبوا له ما كان يعمل في صحته. أيام صحته كان يزور، كان يعمل، كان يصلي، كان قعد به المرض، لكن الله أعلم بما في القلوب. هذا الذي لم يمضي للزيارة قعد به العمل، قعد به الظرف المادي، قعد به سيكتب اسمك من زوار الحسين. الثواب يختلف، ولكن أيضا نأخذ ذلك من قول جابر، وقبل قول جابر: نية المؤمن خير من عمله. نية هذه مطلوبة،
فماذا قال جابر إخواني؟ ولم يحارب مع الحسين، ولم يضرب بسيف ولا يطعن برمح، قال تعرفون الكلمة، فقط أذكركم بها، أشهد أننا قد شاركناكم فيما أنتم فيه. اعترضوا، كيف والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأجسادهم ونحن لم نصعد جبلا ولم نهبط وادي ولم نطعن برمح ولم نضرب بسيف، سمعت حبيبي المصطفى محمدا سمعت حبيبي المصطفى محمدا يقول، كمل عني الحديث، من أحب عمل قوم شاركهم فيه ومن أحب قوما حشر معهم. الآن عرفنا الله كريم، الله كريم مطلق، لا يقاس كرم أي أحد بكرم الله عز وجل، وإن لم تصل فأنت من زوار الحسين. أقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. بالنسبة للزوار، كلمة ثانية بالنسبة للزوار اللي بيروحوا كربلاء، انتبهوا إخوان، الزوار يختلفون. أنا راح أصل لأم البنين من هالطريق، يعني هذه أيام زيارة، بعد هذه أيام زيارة، هذه أيام القلوب متعلقة بكربلاء وبالحسين. زوار الحسين يختلفون، شلون يختلفون؟ القصد من الزيارة ما هو؟ يا مولانا ليش تقول هالحكي؟ مو القصد من الزيارة بأن الحسين يستجاب الدعاء تحت قبته؟ صحيح، فأنا عندي مريض أو أنا مريض، أريد أوصل للحسين ليشافي مريضي بإذن الله، لأشافى أنا كمريض بإذن الله. صحيح، هذا هدف، ما ألومك. آخر يجاوبني، يا مولانا أوليس علينا ذنوب؟ نعم، وأنا أولكم علي الذنوب، فكيف تمحى هذه الذنوب؟ بالاستغفار، بصلاة الليل، بصلاة جعفر، بالتوسل بي. وأيضا أولم تسمع بأنه من يزور الحسين عارفا بحقه، حديث هذا، من زار الحسين عارفا بحقه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لا ذنب عليه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأنا أمضي للحسين يا مولانا من أجل أن يغفر الله ذنوبي. هنيئا لك، ورحلة موفقة وزيارة طيبة، والله سيغفر لك. قسم ثاني، قسم ثالث، زيارة الحسين بالجنة. من وين؟ أعطيك حديث الإمام الصادق عليه السلام يقول، إن لزوار الحسين صلوات الله عليه كرامة يوم القيامة على كل الخلق. شلون يا ابن رسول الله؟ قال، أريد معدكم صلوات طيبة، قال يدخلون إلى الجنة 40 سنة قبل أهل المحشر، والناس لا يزالون في الحساب يوم المحشر. إذن بزيارة الحسين نضمن الجنة، غفران ذنوب، رفع درجات، قضاء حوائج. لا، اسمح لي، مو هذه الزيارة المطلوبة. أجل، شنو بعد؟ شنو أكو بعد؟ أكو الأفضل، أكو العقل الذي يعرف من هو الحسين والمطلوب من زيارة الحسين. هذا الكلام مو مني أقوله لكم، زرنا المرجع الديني الشيخ بشير النجفي حفظه الله وجميع مراجعنا، زرناه قبل 40 العام الماضي أو قبل الماضي، صلينا معاه جماعة، وجلس فينا خطيبا مرجع دين، مرجع عند ملايين البشر يقلده، فسألنا هذا السؤال، لماذا جئتم لزيارة الحسين؟ أنا حاضر، كنت موجود، طلب مني قبل السؤال أقرأ له على الزهراء 10 دقائق، قريت لعشر دقائق، شال العمامة خلاها على الأرض، صار يبكي أكثر من أكثر واحد بكى منكم اليوم، 10 دقائق على الزهراء، مرجع دين يا
عارف من هي الزهراء. لماذا جئتم لزيارة الحسين؟ احنا مجموعة يمكن 10 أنفار. جاوبه قال واحد يا مولانا أنا عندي ولد مريض وإن شاء الله تحت القبة يستجاب. قال واحد لا أنا مريض. قال الثالث أنا عندي حاجة. قال رابع أنا كذا. قال خامس أوليس زيارة الحسين بالجنة. قال سادس كذا. قال كل هذا صحيح، ما فيكم واحد يجاوب. انت مولانا شو تقول؟ قلت له انا اذا بتعطيني مجال اجاوب ربع ساعه بعطيك مجال. اما جواب ايه ولا مو هذا جواب، انا اعطيك ربع ساعه اتكلم عن زياره الحسين. قال له خليك من ربع ساعه. قال لنا ما فيكم واحد يعرف المغزى لزياره الحسين؟ شنو غير هذا اللي ذكرناه به؟ قضاء حوائج، شفاء مرضى، درجات في الجنه، يغفر لنا. قال يا حبيبي تأتي للحسين شوقا وأن تعرف بأن زيارتك للحسين ليست بمنة منك عليه. أنت لا تروح، أكو ملايين البشر يريد يروحوا مكانك ومتسوي نفسك مسوي منة على الحسين. ترى أنا وأنت نزاحم، إحنا لا شيء لا شيء يذكر من زوار الحسين. كمن هو اللي يزور الحسين؟ تبغى جواب مني أو من الإمام؟ من يزور جدك الحسين يا ابن رسول الله؟ يسأل الإمام الصادق. قال يزوره الملائكة 124,000 نبي ورسول يزورون الحسين. إن بين قبر الحسين إلى السماء مختلف الملائكة. أنا وإنت شنو ناس مذنبين عاصين جايين للحسين، أريد واعطيني واغفر لي وكذا، جايين انتاجروا يا الحسين. أما فيكم، يقول لنا أما فيكم من يعرف معنى الزيارة الحقيقية؟ تقول للحسين حق لك علي. أوليس قرأنا بعض الليالي الماضية حقوق الأئمة على شيعتهم، من حقهم علينا أن تزور أضرحتهم، أن تزور مشاهدهم معترفا. ليش معنات الإمام يقول من زار الإمام عارفا بحقه؟ الإمام الرضا في حديث إلى الإمام الحسين عارفا بحق أعطاه الله ثواب 100 حجة، عارفا بحقه، إمام معصوم مفترض الطاعة. فأنت ما جاي تزور إنسان ميت ولا لا يعي إلى من هو يزوره، وإنما تزور إمام يسمعك يراك. هذه عقيدتنا في الأئمة. وراح أعطيك مثل بقصة قصيرة. نعم يعرفني يعرفك، يسمعني يسمعك، وأقول له جئت أقضي فرضا علي وهو حق لكم علي. هذا واحد. ثانيا أنا لم أحضر يوم استغاثتك، حالت بيني وبينك الأزمان، أنا كنت في عالم الدر ذاك الوقت، كنت في الأصلاب والأرحام، فاليوم جئتك يا مولاي فقد أجابك سمعي وبصري وشعري وإلى آخره. وقام يضرب على رقبة المرجع الشكل، يقول له بأبي أنت وأمي، فداك أبوي فداك أمي، ذاك الوقت ما قدرت أفديك، فهذه رقبتي بين يديك، وجئت أؤدي حقوقكم علينا. وكلام طويل، قام يعطينا محاضرة طويلة. شايف شلون؟ هذا جزء بسيط، أنا ما أريد أخلص المجلس على معنى زيارة الحسين. وإلا إذا تريد كل خطوة بحجة يا حبيبي، هنيئا للمشاية، كل خطوة واحدة بحجة، حجة حجة. وقرأت في بعض الروايات الزيارة 100 حجة من حجج رسول الله صلى الله عليه وآله. الخطوة 1,000 حسنة ترفع لك 1,000 درجة تمحى عنك 1,000 سيئة. الخطوة بثواب عتق رقبة من ولد إسماعيل. هالمال اللي تنفقه، تعال أوه الحملة ماخذة علي 7,000، أوه هذا المال شقد، تعال لا تخاف. أنقل لك حديث يمكن شوية ما تتحمله، يمكن تقول دنيا مبالغين، لا مو مبالغين، نحن نأتي من كتب موثقة. اسمع، من أجل تبذل من أجل الحسين ولا تستحي، الله يعوضك، ماكو شيء، ابذل مثل ما تريد في الحسين وسبيل الحسين. يسأل واحد الإمام الصادق عليه السلام،
يقول له يا ابن رسول الله ورد عن أبيك الباقر بأنه من ينفق في سبيل الحج درهم فله بذلك 1000 درهم، ذاك الوقت درهم، فما لمن ينفق في زيارة الحسين؟ اللي بيروح يزور الحسين ومجمع له كم من 1000 لطول السنة شنو إله؟ قال زيارة الحسين. اسمع واستعد وصلوات طيبة، الإمام هذا يقول مو من عندي، في كتاب كامل الزيارات منقول الرواية. قال من أنفق درهما في سبيل زيارة الحسين شنو إله؟ فله، عدوا وياي، فله 1000 و1000 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 درهم. قال عدد 10 مرات، يعني الآل الدرهم بمليون. لا تستغرب، الحسين عظيم، إضافة إلى مرضاة الله بعد، ودعاء رسول الله صلى الله عليه وآله، ودعاء أمير المؤمنين، ودعاء الأئمة المعصومين. أنا قرأت لكم أبيات في البداية من أجل أصل إلى أم البنين. إذا شئت النجاة فزر حسينا. إحنا ما نزور عظام نخرة، إحنا نزور ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذا شئت النجاة اقرأ عنه فزر، غدا تلقى الإله قرير عين، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. شنو قضيته؟ هذا واحد نذر، إذا الله يرزقه ولد نذر باطل، هو ناصبي ما يحب أهل البيت، إذا الله يرزقني ولد، شوف ناس ونسواننا ينذروا لأم البنين والسنة جايين يوفوا. راح ننقل شوية، ما علي احتملونا كم دقيقة راح نوصل لأم البنين. ناذرين العام الماضي الليلة سمعوا عن أم البنين قالوا جايين نوفي لها، قضيت حوائجنا كثير. راح نقل لكم الآن شيء موثق، كل سنة راح نجيب أشياء موثقة. إذا يرزق ولد يربيه على بغض أهل البيت، وإذا كبر بعد شو يسوي؟ يخليه قاطع طريق على زوار الحسين بالسلاح ويا جماعة، ويجوك الزوار وكبر الولد والله تستجاب. نذر حرام، ما يصير تنذر حرام، نذر حرام ولا يجب الوفاء بالنذر، ولكن احنا راح نقرأ صيغة النذر الحقيقي بعد شوية إن شاء الله. كبر الولد سلح قال يلا شوف شغلك، هو في نذرك اقطع الطريق على الزوار، وصار يقطع ويعذب الزوار ويسلبهم، يتأذوا يحاول يروحوا عنا من هناك يروح لهم، من طريق ثاني يروح لهم، تعب من كثر ما يسلم، معروف القصة وتنقل بعدة أشكال هذا الشكل المعروف. فنام، الحمد لله هذا السنة نايم، مرينا عليه يلا بسرعة بسرعة، بينه نائم قامت القيامة يا راء، وإذا بمقامع من حديد يضرب ويسحب على وجهه إلى النار. ظالم معتدي، وهو يستغيث فلا يغاث، يستجير فلا يجار، وهم يسحبوه عليها ملائكة غلاظ شداد، وإذا برجل نوراني يركض من الجنة، دعوه اتركوه، هذا ما يعصى له أمر، لهم الولاية العامة في الدنيا ويوم القيامة. فتركوه قالوا سيدنا هذا معذب الزوار وقاطع الطريق على الزوار. قال أعلم ذلك. قال إذن لماذا تقول دعوه؟ قال فإن له حق. أي حق له علينا؟ هذا يبغض هذا قال ألا تروا على جسده غبار لزواره؟ معروفة القصة، أدري معروفة. هذا المسحوب الناصبي هذا قال لهم هذا من؟ أنا أستغيث فلا أغاث، هذا من يتشفع فيه؟ قالوا له هذا الحسين، هذا الحسين ابن علي اللي أنا أقطع الطريق على زواره يتشفع فيه. انتبه من نومه يلطم يضرب على رأسه ويقول يا حسين يا حسين يا حسين، شافوه بحاله متغير وصار يخدم الزوار، صار متعلق بزيارة الحسين
وهو يخدم شي يقول؟ إذا شئت النجاة فزر حسينا غدا تلقى الإله قرير عين. فإن النار ليس تمس جسما. ولذلك الإخوان اللي بيروحوا مشاية اسمعني الله يعطيكم العافية، أنا ما في شدة أمشي الله يعلم لأمور صحية، اللي بيروح مشاية اذكرنا في خطواتك، اذكر هالمؤمنين، خدها مني نصيحة، إذا وصلت إلى الحسين ارمي شنطتك وين ما تكون في فندق وروح للحسين أشعثا أغبرا. هو الحسين تستحب زيارته بالغسل بكذا، الزيارة الأولى لا، روح بغبارك، روح بطينك، مثل هذه اللي قالت لنا نسيبتنا، يقول دخلت وإذا مرأة عراقية معيدية بطينها داخلة، بوحلها داخلة، بغبارها داخلة، شنو هذه خيمة من الغبار، ببنية عمياء تسحبها دخلت، سووا لي طريق وصلت، قالت أبو علي وصلت بعد أيام أمشي على قدمي، سوى لها مجال، تقول هذه قريبتنا أني وقفت، شو بتقول هذه جاية بطينها بوحلها، تقول أبو علي ابنيتي 8 سنوات من ولدتها عمياء، ما خليت طبيب يا أبو علي، وجيتك بالوحل، جيتك بالغبار، شعثاء غبراء يا أبا عبد الله، والدعاء يستجاب تحت قبتك يا أبا عبد الله، أنت مغيث الزوار، أنت الدعاء يستجاب. هذه مرأة معيدية تحاكي الحسين هالشكل، عمياء يا إخواني، إذا أكو طبيب علمني أكو علاج للعمى، أما الحسين فلا يقف عنده شيء. فجاءت مرأة على رسلها، قامت لصقت البنية بالشباك، تصقها أبو علي هذه علاج ما لها، هذه عمياء من يوم ولادتها، تقول هذه قريبتنا، ما أشوف إلا الصلوات ارتفعت والزحمة صارت، شنو صاير؟ قالوا العمياء اللي لصقوها بالشباك رفعوها وإذا هي تبصر ببركات الحسين. راح يعطيك الحسين، راح يعطيك. وبعد وإذا أنت بطريقك رايح إلى الحسين، إذا بطريقك رايح إلى الحسين وتذكر الشيخ عبد الستار الله يحفظه الطويل، شيخ محمد العباد، لا تذكرني أنا لا شيء، تذكر هالخطباء الطيبين، إيش قروا لنا هالخطباء في هالمسير؟ بهالمسير ما مشت زينب، بهالمسير ما إجت فلانة وسكينة، بل أنا أذكرني بهذا البيت، بس أذكرني بهذا البيت وإنت تمشي، يمكن ما تحفظه بس خليه بقلبك. شوف زينب شو تقول، تقول مشيت الدرب ليل نهار، ليش تبكي؟ ما قريت وما فهمت مغزاي، أدري قلبك وياي، مشيت الدرب ليل نهار حتى نقصر الأيام. شايفين بعض المشاية ما يناموا، متواصل طريقها. مشيت الدرب ليل نهار حتى نقصر الأيام، أو على ضغار الغزل بالليل ياخذنا التعب والنار، علينا من الهضيم هموم من الشام آي الشام. ممكن تقولوا يا مولانا ما نذكر هالأبيات، شوية صعبة نحفظها، زين بطل عيونك شوية وياي وأذونك، احفظ مني هالبيتين بس اقراهم إذا رحت على لسان زينب. أول شيء قالت، تقل أخوي أخوي، راح تحفظها هذه، راح تحفظها، تقل أخوي رقية يا أخوي ما جبتنا. صعبة دي صعبة، رقية يا أخوي ما جبتنا، والله ما جبتها بالشام يا ابن امي دفنتها. بقرا لك بيتين على رقية، بيتين ما اوصل لام البنين. ها
تقل لأخويا لا تقل لي أخويا رقي أشبيها ولا تقل لي ليش ما جبتيها بالخراب نامت الطفلة على التروب من وعد بالليل والمدمع يصوب تصيح وين حسين ودغ على القلب وين الشباب اي والمدمع يصاب والضغن ضج بالبواج عليها ليش زينب تقول هالشكل لان الحسين مواعدها قال لي هذه وديعه عندك ها مولانا ما قريتنا على ام البنين لا تستعجل علي ما راح اطول على ام البنين راح اقرا لك على ام البنين شويه بس خلي قلبك وياي تقول زينب اللي كانت يا خويا بروحك معلقه ترى ماتت الطفله ودها محرقه راح اقرا هذا البيت واسكت نص دقيقه تعطي حق تعطي حقها اي ماتت الطفله وديها محرقه خويا والكفن قطعت عبايا مشققه هنيان انا اسمع نحيب من نحيب نحيب هنيان هالصوب ايه ما الومك والكفن قطعت عبايا مشققه ذاب قلبي وانا اغسل بيها بعد شو نذكر يا مولانا ايش تذكر اذكر هالطريق مو بس زينب اذكر ترى اكو هناك وحده رافعه جفوفها تقول هلا بزوار ولدي هلا بزوار الحسين وبتشوف وياها واحدة ثانية هلا بزوار أبو علي من أم الثنتين بتشوف الزهرة وأم البنين والزهرة رافعة جفوفها وأم البنين تأمن على دعائك لأن حتى أم البنين لازم تحضر ويا الزهرة لأن أم البنين لها كرامة عند الله نعم نعم يلا إخواني أم البنين وحوائجها لكم وقضاء حوائجها وما قصرت طول السنين أنا ما جيت الليلة أعطي محاضرة عن أم البنين لا أنا جاي الليلة أذكر لك مصايب الحسين وأقول لك مثل ما تعودت وياك كل سنة أن نتوسل بأم البنين هم السنة جيتك متوسل بأم البنين وما أنسى المحرومين من الذرية ولا والله وما أنسى إخواني اللي جابوا لي رسائل واللي أرسلوا للحسينية كل الخطيب لا ينسى مريضنا مصاب بالخبيث كل مريضنا لا ينسى ترى مرأة كذا ترى مرأة 20 سنة ما عندها أولاد كمو كل سنة نتوسل وتقضى الحوائج وهالسنة هم راح نتوسل إيه حبيبي السنة سجلت الحسيني اسمعوني العام الماضي 15 مرأة ما رزقت ذكرناهم السنة إلى الآن وصل العدد إلى 16 مرأة جلهم جو الليلة يوفوا بنذورهم ما كانوا عدهم أولاد والليلة حاضرين المجلس والله رزقهم أولاد وبنات ببركات أم البنين مسجلة هاي أشياء مو أرقام نعطيكم إياها أكو بعض النساء ما استجيب لهم من السنين اللي راحت التي أسي لا تقنطي لا تقولي أم البنين عطت بعض وما عطتني يمكن مخليت النج للسنة يمكن مخليت النج للسنة والسنة الجاية توفي بندرج وتقول لك أخي التي أسين مثل ما عطيت الباقيات راح أعطيك يمكن بنية تسمعني وشوية عمرها وصل عمر معين وما رزقت زوج وقلبها محروق الله يرزقك يا أختي وإن شاء الله بناتنا يتزوجون وأولادنا يتزوجون وحصلون أعمال كل هذا ببركات أم البنين راح يصير متى يصير يا مولانا خب اعقد ندر سوي ندر وما أريدك أنت اللي تسويه أنا أسويه لك لأن أنا عندي حاجة أريد أعقد ندر
لكن النذر اللي أسويه لازم تفهمون معناه إخواني، يعني عهد بينك وبين الله، مو بين أم البنين، لا أم البنين واسطة، بينك وبين الله أن يقضي الله لك الحاجة اللي بقلبك وبقلبي، وراح أنت تذكرها. أنا بس أقرأ الصيغة، ومو ضروري تعقد نذر حبيبي انتبه، ولا ضروري ثقل على نفسك، خلي نذر سهل وأيضا في قضاء حاجة بذكر أم البنين. شنو النذر؟ تنذر لأم البنين بشيء معين. لله علي لئن قضى الله حاجتي، شنو الحاجة أنت سميها؟ أنا عندي حاجة أذكرها. لله علي لئن قضى الله حاجتي وبقلبك حاجة، لأدفعن مثلا على حب أم البنين مبلغ معين، لأتصدقن بمبلغ معين، لأقرأن سفرة أم البنين، لأوفي بنذري للحسينية. كل واحد ببالي، أنا ما قاعد أملي عليك، لا، هذه الصيغة الصح. لله علي، أعيدها مرة ثانية، اللي يريد يقرأ وياي ينذرها من نفسه. لله علي لئن قضى الله حاجتي، أيا كانت الحاجة، لأوفي بنذري للحسينية مثلا، لأتصدقن بمبلغ كذا مثلا، على حب ومحبة أم البنين. وصل؟ واضح؟ سوينا النذر؟ الآن ترفع كفك وياي، يا وجيهتان، عيني عيني، اشفعي لنا. يلا عيني يلا، عندنا نخوة بعد جاية، ها بعد مرة أريد أسمع صوتك. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا، بعد مرتين أرجوكم، بعد مرتين لحوا. يا وجيهة ما تقصروا، أنتوا يا أهل الأحساء الطيبين ما تقصروا، اشفعي لنا. الله لا يخيبكم عيني. من أغرب ما رأيت، قصة في 3 دقائق وصل للماتم، من أغرب ما رأيت وسرعة إجابة أم البنين بعيونها، أنا مسؤول أمام الله، أنا أصعد منبر، الله لا يوفقني إن كنت كاذبا. انتبهوا جيدا، كل سنة أنا أقرأ وفاة أم البنين في عمان، أهل عمان الطيبين استضيفونا أسبوع، أبقى 5 ليالي في مكان معين. السنة شفت مثل ما أنا أقرأ عنكم كل سنة وأجي أتوسل بأم البنين، من السنة للسنة يرفعوا لي الحوائج اللي قضيت، كذا فلانة تزوجت، كذا فلانة رزقت، كذا، لأن هم قايل لراعي الحسينية سجل أسماء الكرامات وأسماء أصحابها وجيبهم إلي في دفتر. طيب هذا إخواني، هذا شيء توثيق، من أجل ناجي واحد متعلم، واحد أستاذ، واحد كذا، يقول هذا شنو يقول الخطيب، كل شيء يقول أن صدقه، يمكن كذب، يمكن لا، ما عندنا كذب، افتراء ما عندنا، خرافة ما عندنا، ننقل شيء موثق. فلما أقول لك فلان 20 سنة ما عنده أولاد، وجا الحسينية وتوسل، السنة الجاية عنده ولد، خب هذا اسمه فلان، تروح أنت تسأل عنه، فلان بالفلان صدق ما عنده أولاد، وتعالج، وإذا هو جاي سفرة أم البنين وتوسل ورزق، هاي يصير توثيق إخواني، توثيق. وما شاء الله قبل ليلة الوفاة، انتبهوا، اجت مرأة ويا أطفالها، طبعا أنا في شقة وياي صاحب المنزل وأصدقائي، مو يعني مفرد لحالي، استأذنت بالدخول، دخلت تحمل بين يديها طفلا، هذا الطفل مقمط ولكن في حالة عجيبة غريبة، ماكو مقدار رأس سبابتي ما بي قروح، وقروح تصدي تطلع صدى، وملفوف حتى جفونه فيها قروح، ويبكي يبكي يبكي، ابي اشوف في مكان. اعطتني ويا المراه للدعاء، بس لمستك هنا قالت شويه شويه، ترى جسمه كله قروح، قراح يعني قراح، شنو يسموه ده اخواني، اكزيميا، ما ادري، انا مو طبيب ما اعرف، اخواننا يعرفوا. قلت لها يما ايش بي، انا مو طبيب، قالت ادري، مو اني رحت للطبيب،
صار له 4-5 شهور هالولد ما ينام ليل، تعرف الأم، وولد يبكي على طول ويطلع دم، يطلع صديد، يطلع يطلع، وأني أم قلبي متأذي، شو أسوي؟ أرميه أوديه؟ ما خليت مكان. قالوا الليلة توسل بأم البنين جيت بعد وين أحسن من هالشاهد إخواني؟ هذا بعيني بعينها، يا ليت عندي صورة الآن فتحت لكم وريتكم إياها، يا ليت، لكن للأسف ما تهيأت. زين يا يمه، خير إن شاء الله. الطبيب شي يقول؟ إيش يقول الطبيب؟ أبر عطا، مغدي عطا، ماكو فائدة، ماكو. والحين قلت إن شاء الله ندعو له وإن شاء الله كذا، ما عطيتها من عندي شيء معين وحطتها على الطفل. الليلة الماتم أول الحضور أني، قلت لها راح أنعي وراح كذا وأتوسل، أنت خلي الطفل بين يديك ارفعيه. والله يعلم، اليوم مكلمة أخ فهد، مرأة عندها طفل 4 سنوات، هذا الطفل بالأهواز ماله، أمه متأذية وياه، وقالت تريد تجيبه للماتم جهة الرجال ولازم واحد يداري، قلنا إيها بعد احنا مشغولين بالماتم، فتقول أني أم وقلبي مجروح وجاية لأم البنين، فقلت لها خليها توديها صوب النساء، أم البنين موجودة ويا النساء الزهراء إن شاء الله، ادعوا له إخواني الله يشافيه ويشافي كل مريض. وجايبة ابنها بأغراض علاجة إخواني، بأغراض علاجة، عقيدة عقيدة عند الناس، لا تلوم اللي عنده مريض، لا تلوم اللي عنده حاجة وما لقى لها علاج، ترى قلوب محروقة يا حبيبي. فتأتي الناس لأم البنين. والله أذكر ليلة العباس قبل كم سنة، جاءت مريضة كلمت إخواني في الحسينية بسرير المرض بالنيرس بالمغدي ليلة العباس تتوسل بأبو فاضل. يا حبيبي الناس قلوبها متعلقة بأهل البيت، لا تلومهم. وشافوا سرعة الإجابة من هالمرأة، موجودة المرأة لعلها، يمكن هي اللي تبكي بصوت عالي الآن، جايبة طفلها ومسوليها مجال وأهواز فيه وعلاجها عنده، وجايبة تن الأم ترجو أم البنين. إن شاء الله يا أختي، إن شاء الله بعد يوم، بعد كم يوم تسمعين إن شاء الله خبر طيب، وتجيبي هالولد السنة الجاية أرفعه للمؤمنين على المنبر وأقول هذا الطفل. وكم طفل جابوا على المنبر وكان مريض وكان واجد كثير جدا ببركات أهل البيت، لا تستغربون. زين، فعلى العموم صارت ليلة أم البنين هذا العام، هذه إخواني هذه السنة، وتوسل، وهذا اللي عنده حاجة، والنسوان اللي عندهم حوائج، والرجال اللي عندهم حوائج، وقرينا وتوسلنا. بس 3 أيام رحت بيتنا، رجعت بعد ما خلصت قراءاتي، اتصل علي أبو قال أنا عندي بنتين متوقفات سنين ما تزوجوا، 3 أيام الحمد لله خلصنا الخطبة وياهم. واحد ثاني قال كذا وصارت القضية، الحمد لله أم البنين كريمة. فوجئت صاحب الحسينية متصل ومرسل رسالة، سلام عليكم وعليكم السلام، تذكر المرأة اللي جت بيتنا؟ مني مرأة؟ قال لي عندها طفل وفي قراح. قلت لي إيه والله هذا ما يروح عن بالي، الله يساعدها. قال الآن زوجها كلمني وأرسل لي هاي الرسالة، شكر يريد يوصلها إلك وللمؤمنين. قلت له خير إن شاء الله، أكو شيء؟ قال راح أوصل لك شيء الآن وانت حكم بنفسك. قلت له تفضل، ما فهم شنو صار. شوية جتني رسالة، رسالتين 3 وراء بعض، وإذا صور للطفل بدون قماط، صور للطفل كامل جالس ويبتسم، جسمه كأن قطعة مرمر لا أثر للقراح والجروح. يعني أنا شايف الطفل، أنا شايف الطفل بنفسي، ما أحكي لك شيء ثاني. قلت له هذا منو؟ أنا أقول له منو؟ شنو جايب لي واحد من أحفادك؟ قال لي لا، هذا الطفل اللي جابوه. وين جابوه؟ قال اللي بالبيت. قلت تحكي صدق أنت؟ صار لنا 4 أيام الآن، على الأقل يبقى أثر لها ولا أثر؟ والله لو عندي الصورة الآن رفعتها لكم وخليتها على الشاشة من أجل أكون صادق أمامكم. هذه المرأة والأبو يقول السنة الجاية أم البنين وضيافتها علي، أنا كم صرفت، كم دكتور رحت، هذا ولدي الآن ما أشوف بي أي شيء، بأي علاج إخواني؟ وين العلاج؟ العلاج شنو؟ ترفع إيدك يا أم البنين، ترفع إيدك بعقيدة يمها، يلي ما رزقتي زوج وجاية وقلبك محروق، يلي ما رزقتي ذرية وجاية وقلبك محروق،
يلي عندك ولد مريض وقلبك محروق، يلي عندك حاجة خاصة وما قضيت، أنا ما أقدر أذكر ناس وأخلي ناس، كلكم جايين وما أخذ من وقتكم، على رأسي كلكم رجال ونساء، وأقسم على أم البنين ألا تردني وإياكم خائبة. ترى أم البنين ما قتلت إخواني مضروبة بسياط، أم البنين ما عصرت، أم البنين ما ضربت، أم البنين ما عصرت بين الباب والحائط، أم البنين ما دخلوها مجالس، أم البنين ما شتموها، أم البنين ما ضربوها، لكن أم البنين من أذكرها إلك وتسمعني راح تبكي. ليش أبكي؟ لأن أم البنين يعني ذكر زينب، أم البنين يعني ذكر العباس، أم البنين يعني ذكر الحسين ورأس الحسين، أم البنين يعني ذكر الرزايا لكربلاء. شاوين شمو قاعدة على الباب هي ويا من تسلي طفلة صغيرة تقول يمه أريد أبويا الحسين، يمه غاب أبوي أنا علي لعلي لو غلي بس فارقوني. أقرأ هالبيتين اللي عنده علي المريض، والله فارقوني فارقوني أنا على فراقهم خلت عيوني، والله جاوين وعد الوعدوني. هلا بك أي وعدوني أني أضل بأملهم لو نسوني. ما أدري هالبيت هذا يجرح قلبك يا ولا، قل لي هدخلي أمة دخلي ملبني تقول لعوف البيت والزمع تبت الباب 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 يغب الهوى ولبى للأحباب، أني شقولا لو لف للبيت طلا ومن يلفون وفادك على الباب. قعدت يمها هم تقرم البنين، أقرأ لك شوية، قالت أني بعد مثلك أربعة بدور ادخرتهم لن مشوا للغاضرية. بس لا تقول آه بس مرة وحدها، والله لو رجعوا يا دغري لو في ينذر العلي عباس عانوا يا جعفر الله يا عظم الرزية، روحة الأولاد روحة ما بعد للبيت جاية. يلا وصلنا إخواني، هامت وعلمة انشالت طفل حماي الضعينة، واسمعت بشر بن حذلم ينعب اطراف المدين. يلا يلي تعبت تحرك وياي شوية، نادت يا بشر قلي عن عزيز حسين، يا بشر بالله تخبر عن ليوث الهاشمية، قل أعظم المعبود أجريك واصبر بهاي الفجيعة، كربلاء بدر الغواشم نايم بجنب الشريعة، بالعمود افضخ وراسه وظلت جفوفه قطر. ليش وين أهل العباس وينهم؟ بالعمود افضخ وراسه وظلت جفوفه قطر، راحت الأولاد روحة ما بعد للبيت جاي. اقل غيم البنين اخبرك راح جاسم راح الأكبر، يم البنين اخبرك راح عون وراح جعفر، يم البنين خبرك راح عباس المشكر. عافية عافية
حنة صاحت اشغل مصيب الله اكبر. يلا شباب ما قرينا هالطور، هذا الطور في زلزلة الحسينية. ها والله تقل وغيت اغمل ده معات العين. حسين حسين يا حسين بالله يا بشور خبرني عن حسين. قال غضل بعرصة كربلة من غير تكفي بس زينب ردت بالنساوي. زلزلها ردت فاقد العباس وحسين. هلا بي حسين حسين يا حسين. نادي راح اقرأ هذا البيت يسوي مثل هلا ولا خلوا للنسوة. يقول في الحال مزقت جيبها ولطمت صدرها. في الحال وانت تلطم صدق وصيح حسين. في الحال لطمت مزقت جيبها ولطمت صدرها. حسين حسين يا حسين ويلي جذبت الونة وشبقت الراس بعشرة. صاحت يا ناس روحوا للمنازل غلقوها واعلام سود على المنازل نشروا. هلا هلا حسين حسين يا حسين. روحوا لزينب والله لزينب وسألوها عن أخوها. أقرأ هذا البيت. ليش ردت للمدينة بغير أخوها. حسين حسين يا حسين. سبقتها زينب شباب، هذا البيت اللي كل سنة نقراه ما أخليه ما أقراه. سبقتها زينب وقفت على الباب ما دخلت، كل النسوان دخلوا. دخلي عم صاحت تمنيت حلم وقعد بحلمي حلمي وفز من نومتي والقاك يمي. والله وحضنك وشم من ريحة أمي. كثير ما بكوا الليلة، ما ألومهم ما ألومهم، ما تعبان ما يبكي. وقفت على الباب أشوف هذا البيت يحرك مشاعرك يا ولا. توجهت ناحية الزهراء صاحت يما يما زهراء ترى بنتك ردت، ترى مو مثل ما راحت ردت. يما زهراء شوفيني، يما زهرة سلباني، يما في المجالس دخلاني، يما ضرباني شتماني، يما رديتش بدون الحسين. ارتفعت ضجة الزهرة داخل الروضة. وإذا زينب تجاوبها يما يا يما يا يما يا تعرفوا شو راح اقرا. يما يا يما يا يما يا لحنينا يا يما. شنو تريدي زينب؟ قالت يما يا يما يما ليش اللي نحبهم ما يضلوا. والله ما يضلوا ما يضلوا جمرة ذكراهم يخلوها ويرحلون. والله لا بالمدامع يعودوا اللي يغيبوا أني لعم عليهم حتى العيون. يا يما يا يما. فتحوا الباب يلا دخلت أم البنين. قامت النساء هذه تنادي وحسينا. تعبت تعبت
باقي دقائق معدودة. تلك تنادي وعباسا ثالثة وولداه رابعة ومصيبتاه، وإذا بأم البنين تمسح على رؤوس الأطفال بينما هي تمسح عليهم وتواسي ليلى ورملة والربع، وإذا بمرأة تشق الصفوف. شنو صفتها يا ملانا هذه المرأة عمياء العيون محدودبة الظهر مشقوقة الجيب شايبة الراس؟ شنو تقول هالمرأة يا ملا يا حبيبنا؟ شنو تقول؟ يا الشام ما أنسى يوم البيضة طبينا على هزال دخلناها وكل غمزة يا نبزينا بذاك الوضع لأن الناس اجت تتفرج علينا خوارج والله سمونا يا واحنا عيلة الأكرم. صيح يا زينب صيح يا زينب ها شباب تعبتوا أرجوكم ها يا زينب يا زينب يا زينب بعد هالبيت فعلي زيد ما انسى ولا انسى دخول صيوانة قدام النسا والاطفال تناول راس مولانا ضجة ضجة قام يهزغ بعيدة ويكسر من أسنان. أين المنادي حسين يا حسين حسين؟ صيح صيح للزهراء صيح حسين يا حسين قام ويكسر من أسنانه حرمة تشوف هذا الويل يشيب الراس ما تلم. وصلت للنهاية أنا باقي النخوة بس ها صيح يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب. أم البنين تباوع على هالمرأة، هي المرأة منو عجوزة راسها شايب منو؟ من تكوني قولي يا الحرمة الغريبة من تكوني باينة علاج المصيبة من تكوني حالتك والله عجيب. أنا زينب الله 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 اسمع اسمع أنا زينب من المصيبة راسي شايب أنا زينب يما ومضيع الحبايب أنا زينب قلبي من الهموم ذايب أنا زينب صار اسمي خارجية أنا زينب صار اسمي خارجية. ما دي هالبيت تتحمل نخوة بعد على طول يقولوا صبري والصبر من وين اجيبه
اي والله اللي فاقده يا حبيبي هني لك هني لك. يقولوا صبري والصبر من وين اجيبه، يقولوا صبري اش حال غلفة رق حبيبة، يقولوا صبري المدللة صارت غريبة، يقولوا صبري راحت من دير رقية. آه شباب خلاص اللي يريد يروحها مو ملزوم الآن، ساعة ونص للنعي والقراءة، النخوة للي يريد نخوة، تعبناكم فوق اللازم. ها يلا عيني. نخوة منا من قلبنا كل موالي بمدمعها، ما تردنا لو طلبنا حاشا أم الأربعة، حاشا أم نخوة منا من قلبنا كل موالي بمدمعة، ما تردنا لو طلبنا حاشا أم الأربعة. نقصدك يا أم البنين نقسم براس الحسين، نقصدك اوقف اذا تعبان يلا عيد سمى براس الحسين، نقصدك يا ام البنين نقسم ما ترد كل من طلبها تقضي حاجات بعجل، واللي لله توسل بها شافها اكبر امل، مهبط الرحمة قلبها وللكرم ما ضرب مثل، بالوفا كرمها ربها وليها ما عدنا بدل. هالعظيمة والكريمة بالمعاجز تنوصف، شقد سخية بالعطية وبالمحبة والعطف، كلنا مدينا اليدين نقسم براس الحسين، آه كلنا مدينا اليدين نقصدك يا ام البنين، نقصدك يا ام البنين نقسم براس الحسين، كل سنة نشهد كرامة ليها والله معينة، هالحسينية العلامة انت شايف غوانا، انت شايف اسمع آه انت شايف، كل سنة نشهد كرامة ليها والله معينة، هالحسينية العلامة انت شايف غوانا، اللي يندبها بكلامه واللي بالشوق اعتنى، اليوم رضي يقوم بسلامه والعذاب تسكنه، نوح ونقرا نسوي سفرة وباسم نوح ونقرأ نسوي سفرة وباسمها نبتغل، توجب الكل ما تأجل والصعب عدها سقيل، واحنا نطلبها بيقين نقسم ما اسمع شباب، واحنا نطلبها بيقين نقسم، نقصدك يم البنين نقصدك يم البنين، جينا هالليل اعتنينا نخوة نقرا للجميع، نقسم بجاه العقيلة ونقسم بنحر الرضيع، ايه جينا هالليل اعتنينا نخوة نقرا للجميع،
نقسم بجاغ العقيلة ونقسم بناحر الرضيع بحرقة مدينا الأيادي مصرع حسين الفجيع حرقة مدينا الأيادي مصرع حسين الفجيع وبعمود الصاب شبلج فيض براس النجيع ما تردنا لو سألنا حاشا أم الأربعة هي سندنا ومنها ردنا تلم شملنا وتجمع ونجتمع عند الحسين نقسم براس الها نجتمع إن شاء الله نقصدك يا أم البنين مبرا كررها نقسم نقسم أهل انخات يا أم البنين انخات يا أم البنين يلا الختام ختام انخات نخوة نخوة هذه ها اسمع عافية يلا شباب ما راح أقرأ اللي أسمع صوتك أول عيني عافية عافية سمعني سمعني شباب يلا نسواننا عيني عيني يلا لطم لطم نطلبك سجل أسامي هالحضور نطلبك سجل أسامي هالحضور باربعين حسين نتوفق نزور نقرأ لأجلك سفرة ونوفي النذور نقرأ لأجلك سفرة ونوفي النذور عافية يا شباب نقرأ لأجلك سفرة ونوفي النذور احنا يوم الاربعين ننخاش يا ام البنين شباب ننخاش يا ام البنين سمعني سمعني ها لا طم عيني لا طم نذكر اسمك هذا ما تمر رسول نذكر اسمك ماذا ما تمر رسول يا العزيز وما تمل حسرة يطول بالكرم والخير حيرت العقول كررها بالكرم والخير حيرت العقول نردد اسمك بالسنين من خاتيا هلا ننخات يا أم البنين ننخات يا أم البنين ننخات يا أم البنين اسمعوا يا نسوان اسمعوا عيني لطم شباب إل تريد الحاجة تقضى بكل يقين إل تريد الحاجة تقضى بكل يقين خلها توقف رافعة كلتا اليدين خلها توقف رافعة كلتا اليدين كلنا نصرخ جينا ننخم البني كلنا نصرخ جينا ننخم كررها عيني كلنا نصرخ جينا ننخم البني بالإجابة مأمنين ننخات يا شباب شباب عيني ننخات يا أم البنين يلا عيني ننخات يا أم البنين ننخات يا أم البنين خاها عيني خاها إيه اسمع حبيبي لطمة خفيفة عيني يا اللي عندك حاجة هم ولا انقضت
يا اللي عندك حاجة هم ولا انقضت، كم سنة تدعي وتقولي طولت، كم سنة تدعي وتقول طولت، تدري كم كربة باسمها تفرجت، تدري كم كربة باسمها تفرجت، كرب عيه كررها، تدري كم كربة باسم تشهد علينا السنين من خاتيا. لا تيأسي لا تيأسي خاتيا، يلا قوية شباب سريعة، من خاتيا أم البنين، لا تخربط عافية، من خاتيا أم البنين. أشك ما تقضى حوائجكم، أشك هي عيني. اسمع يلا لطمة خفيفة، ها عادت اليوقف يغل دمعة بحنين، يا نسوان لا تقولوا ما وقفناكم، ها عادت اليوقف يغل دمعة بحنين، يسأل الله الحاجة تقضى بالحسين، يسأل الله الحاجة تقضى بالحسين، واللي يبكي وينخبس مم البنين، واللي يبكي وينخبس، وين صوتك؟ إيه الله خير الراحمين، من خاتيا من خاتيا، سريعة وقوية شباب، من خاتيا أم البنين، بس بيتين إخواني، بس بيتين إخواني، هذه الحاجة، هذه الحاجة الآن اللي راح أقرأها لكم، ها انويها انويها. ما هي صعبة توصلينا كربلاء، صادق سويد من القطيف من كبار الشعراء اللي يكتب إلي أنا شخصيا أكثر قصائدي من عنده، والبارحة جالس وياه، لكم لكم ها إيه. ما هي صعبة توصلينا كربلاء، نلفي مشايا ودمعنا نهملة، كررها، ما هي صعبة، ما هي صعبة توصلينا كربلاء، كررها كررها عيني، ما هي صعبة توصلينا كربلاء، هلا بهالأصوات، ما هي صعبة، ما هي صعبة توصلينا، الله يا صادق. نلفي مشايا ودمعنا نهمله، ندري عندك والله سهل المسألة، ندري 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 عندك والله سهل، وصل وصل ها، ندري عندك والله سهل المسألة، وبدعاك مأملين من خاتيا من خاتيا، يلا وسم وسم قوي، من خاتيا أم البنين، عافية عافية، هذا البيت قوي قوي، هذا البيت قوي، اسمع. والله ذابحنا إلى حسين الحنين، والله والله صدق، حتى في النخوة تبكون، هذا صدق ها، هذا قلبك صدق قاعد يحكي، والله ذابحنا إلى حسين الحنين، وانت لا تنسينا يا أم صيح، والله 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 ذابحنا إلى حسين الحنين، ليش ما تكررها ليش، والله ذابحنا إلى حسين الحنين، اي والله وانت لا تنسينا يا ام البنين، هذه بقوه شباب، حتى يدعو لنا زوار الحسين، حتى 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 يدعو لنا زوار الحسين، راح يدعو يدعو، حتى يدعو لنا زوار الحسين، حتى نصبح زائرين
من خات يا أم البنين من خات يا يلا عيني وسل من خات يا أم البنين من خات يا أم البنين عافية عافية اطلب حاجة في هالثلاث لطمات اطلبها وانت تقول ننخاش اذكرها اذكر حاجة اذكرها اذكرها عين حتى انا عندي حاجة ننخاش يا ام البنين اللهم اخذي حوائجهم يا الله الطب 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 يا الله يا ام البنين انا بدعو لكم اليكم حق علي اليكم حق علي على راسي اخليكم اللهم اقضي حوائجهم لا تخرج احد رجل او مراه الا بقضاء حاجته يا الله ايه انطق سمعني لا تخربط عيني ايه لا حد عولك لا حد عولك ام اسمعني ها من خات يا ام البنين من خات يا ام البنين لا حد عولك خات يا ام البنين اذكر حاجه عيني لا تخيبهم يا الله المحرومين من الذرية يرزقهم يا الله زوج بناتنا العازبات يا الله سهل أمور شبابنا احفظ مآتمنا زوار الحسين اللهم لين قلوبنا مع بعضنا البعض اللهم اقضي حوائج المحتاجين اك كل أسير اقضي حاجة كل محتاج إيعن من خات يا أم البنين هلا هلا بعد دقيقتين عليك ها للحاج يا أم البنين هلا راح نعيلك دقيقة راح نعيلك وانت تلطم لا توقف لا توقف ويلي ويلي حبيبي لا توقف أني ضحيت بالأربع يا حسين ضحيت انخاها عافية إيه هذا إيقاع يسموه إيقاع عيني من خات يا أم البنين أني ضحيت بالأربع يا حسين ضحيت من خات سالم سالم ترد لي يا بعد اللي تمنيت من خات يا أني عافية إيه عافية شباب خليك على راسي عين البنين تقضى والله تقضى والله سالم ترد لي يا بعد اللي تمنيت من خات يا أم البنين والله لو النواعي ترجع الميت الميت أنا ليلي ونهار عليك حنيتني من خات يا أم البنين ها تعبت هذا وقت النعي الآن وانت تلطم ايه امهني دقيقتين ها أني لو أن عندي من المولود 70 مولود إيه كلها مثل عباياس في المعركة وزود أم البنين من خات يا أم البنين خوش خوش إخواني خوش والله 70 مولود كلها مثل عباياس في المعركة وزود تذبح وابن النبي لدياره يعود أبد ولا تنضايم زينب والنساوين من خات يا أم البنين هلا من خات يا الليلة الليلة الحوائج الليلة يا أم تقضى يعني تقضى بعد السنة الجاية لا أحد يقول لي ما قضيت حاجتها أم البنين عفية من خات يا أم البنين أنا بيت الدعاء بعد والله لولا جو
ولا جو ولا جاو أن يم الأربع الراحوا ولا جاو عقبهم أرض مثل مني ولا جاو إش كثر ونوا على الغبرة منين من خاش يا أم البني عفية من خاش السنة النخوة عدل السنة النخوة مطلوبة السنة شباب عفية ولا جو ولا جو أن يم الأربع الراحوا من خاش يا أم البني من خاش يا ولا جاو إش كثر ونوا على الغبرة ولا جاو ولا جاو ولا جاو عقبهم أرض مثل مني ولا جاو بعت دمهم على الزغرة الزجية أريد أقعد وياكم أريد أنطم وياكم هالنصف دقيقة عيني لا تبطل ها لا تفتر إيه من خاشا اللهم لا ترد هذه الأكف إلا ببلوغ الآمال إلهي توسلنا بك بمحمد وآل محمد وقدمناهم أمام طلبتنا وحوائجنا إلهي انهملت الدموع على الحسين وعلى زينب وعلى رقية وعلى الزهراء وعلى سبي أهل بيت نبيك وهذه الدمعة عزيزة على الزهراء يا ربي بحق هذه الأصوات التي ارتفعت على مصاب الحسين والقلوب التي احترقت اللهم بتعب المؤمنين والمؤمنات هذه الليلة وحضورهم لمأتم الحسين وأم البني لا تردهم خائبين اللهم بجاه من توسلوا وهم عليك كرام اللهم فاستجب لنا ولهم شافي كل مريض اقض حاجة كل محتاج ارزق كل محروم من الذرية والأولاد اللهم لا تردنا خائبين اللهم اكتبنا من زوار الحسين اللهم اكتبنا من زوار الحسين تريد تروح لو لا اللهم اكتبنا من زوار الحسين هذه زيارة لها ثلاث مرات من خاش يا أم البني من خاش يا أم البني من خاش يا للزيارة هذه من خاش يا أم البني من خاش يا أم البني هلا بي من خاش يا اللهم احفظ زوار الحسين أوصلهم سالمين واشركنا في دعائهم يا رب العالمين تقبل من المؤسسين عملهم وسافر رزاقهم احفظوا من يلوذ بهم على راسي اخواني ما قصرتوا بيض الله وجوهكم لكن راح تنام مرتاح الليله راح تنام مرتاح كلنا تعبنا ولكن هذا ان شاء الله في سبيلهم راح تشوف الثمره ان شاء الله قريب بجاه محمد وآله لموت المؤسسين والحاضرين والعلماء والشهداء الفاتحه مع الصلوات